أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أدخل المؤلف في العمدة باب النذر في كتاب الصيد، فما العلاقة بينهما؟ كل الفقهاء يجعلون النذر بعد كتاب الصيد، وما هو ما بينهم علاقة، لكن النذر يشبه اليمين، النذر يشبه اليمين، قد تكون كفارة وكفارة يمين أحيانا. نعم. والأيمان تؤخر إلى بعد الجنايات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.